عسلامة ومرحبا بالناس الكل. شخصيا نستنى في مقابلة المنتخب الوطني التونسي ضد المنتخب الجزائري. اللي راي المقابلة هذه باللي تحدثت عليها وباللي قلت عليها راو أكيد فيها برشا مفاجآت. أما قبل هذا خلينا مع جليل قادر اللي إن شاء الله غدوة ما يتفلسفش علينا، واللي إن شاء الله غدوة ما نشوفوش هكا كالرعوانية في تسيير المقابلة ودي شونجمون داخلين في حيط وهبط جوار هذا وبدل وكاستينج غلط ومن بعد حتى كي يجي يصلح يزيد يقعرها الحاجات هذا وإن شاء الله ما نشوفوهمش. بالنسبة لي خليني نقولها عندي ثقة في ملاعبية المنتخب الوطني التونسي اللي هما انديفيديوال اللي هما شحنة معنوية منهم راهو باش يعملوا الاكسبلوار. انا باش نشوفوا جرينتا في وسط التيران، انا باش نشوفوا الناس باش تفك باتشوها. خلينا نبداو بالتشكيلة الأساسية ولهنا باش نحكيو على الرسم التكتيكي اللي أكثرية باش يتغير من 4-3-3 باش نشوفوا 3-5-2 والطريقة المعتمدة الجلال القادري وقت اللي يحس روحه لادفيرسير خير منه، وقت اللي يكون لادفيرسير بلو تكنيك بارابور اللي هو لهنا يستعين بالرسم التكتيكي 3-5-2، والا خلينا نقولوا يستعين بوقفه الملاعبيه في وسط التيران، معناها نقف لك 3 في اللاكس 5 في وسط الميدان وزوز مهاجمين، مهاجم يطلب في العمق ومهاجم يكون وراء لاتاكون، ولهنا نحاول نخلق الديفيرنس ونحاول نضرب باللي كونتر. بالنسبه للثلاثه باش يلعبوا في اللاكس باش يكون منتصر الطالبي وباش يكون مريح ومعاهم الحدادي. على اليمين باش يكون يان فاليري ولهنا فرصه للملاعبي هذا في نفس الوقت راهي مجازفه. انا الملاعبي ما تهبطوش ما يلعبش تروح لي بيكور شويه المقابله الفارطه ما يهبطش وما يكورش، معناها تقريبا ما كانش موجود. المقابله هذه باش تحن عليه وباش تهبطوا ضد منتخب جزائري، ضد الجزائر بالذات. كيفاش علاش تو نرجعوا نحكيوا باللي ديتاي. على اللي صار باش يهبط لنا بن والناس اللي عنده برشا ما كورش، اللي اخر مقابله ليه كانت مقابله خايبه ضد منتخب البرازيلي، اليوم يعاود يطيشوا في المحماش في فم المدفع ضد المنتخب الجزائري في الجزائر. بالنسبة لوسط الميدان ولهنا يمكن هي النقطة الإيجابية اللي ما عندكش شوا وما عندكش ماخير منهم، ثلاثي تحدثنا عليهم قلنا راهو في التشكيلة بالنسبة لل 4-3-3 يكونوا موجودين حتى في 3-5-2 وتغيير الرسم التكتيكي، لكن ديما موجودين. حنا بعد باش يكون على الجهة اليمين وعلى اليسار باش يكون محمد علي بن رمضان وراهم سونتينيل باش يكون عيسى العيدوني، وثنائي الهجوم أكيد لهنا باش تختار عصام جبيلي باش يكون موجود في التشكيلة الأساسية وأون بوانت. الملاعبي اللي باش نضربوا عليه الكرة، الملاعبي اللي باش نتركزوا عليه لوطون ويخلطوا الملاعبية سواء كانت الكرة على اليمين وإلا على اليسار وإلا جيل باس في البروفوندور، والملاعبي اللي باش يكون 9.5 اللي باش يتحرك في ظهر الديفونساريت واللي خلينا نقولوا هو نقطة القوة هو مفتاح المنتخب الوطني التونسي في المقابلة هذه، هو باش يكون يا إما حمدي العبيدي وإلا جاهزية العاشوري اللي باش تحسم الأمر هذه. هذه بالنسبة لنا التشكيلة اللي فيها 3-5-2. النقطة الإيجابية اللي نجم يستغلها المنتخب التونسي بالرسم التكتيكي هذه وبالجوارات هذيكم انك تستغل بطء المنتخب الجزائري اللي هذه نقطة ضعف بالنسبة ليه واللي هي لازم تكون نقطة القوة متاعنا. لما انت تحب تفوز على منتخب ولا فريق ولا اللي هو لازم تدرس المنافس وتعرف نقاط الضعف متاعه وتحاول تضربه في نقاط ضعفه بنقاط القوة متاعك. يعني عندنا ملعبية رابيديتي نحاولوا نقفوا في اللاكس، نقفوا في وسط الميدان، عندنا العاشوري والا حمدي العبيدي اللي يتحركوا برشا في الانترفال ويتحركوا برشا خاصة ورا الديفونساريت ينجموا يضربوا لك باللي كونتر، فما عامل آخر ضعف المنتخب الجزائري في اللاكس، معناها تقريبا شفنا ضد النيجر مباراة الي والروتور كان قبل بطريقة صراحة خلينا نقولوا بديهية، معناها التمركز في الدفاع كان خطأ، معناها الكرة تعديت وسجل منتخب النيجر لكن وقتها رجع المنتخب الجزائري وفاز في المقابله. في المقابله الفارطه ضد اوغندا معناها تقريبا نفس الطريقه، تمركز في الدفاع فما الاسباس وتمكن المهاجم باش يسجل هدف. بالنسبه لي هذا تقييمي في التشكيله الاساسيه للمنتخب الوطني التونسي اللي ان شاء الله الاولاد يفرحونا، اللي ان شاء الله الاولاد يجيبوا فيكتوار، اللي ان شاء الله الاولاد يكونوا قد الماتش هذايا. وعلاش ليه نحطوا المفاجاه في الجزائر. نتعداو نحكيو على التشكيله الاساسيه للمنتخب الجزائري اللي لما تشوف الاساسيين اللي كانوا لعبوا مقابله اوغندا نجم تعرف امامهم الاساسيين اللي باش يكوروا في مقابله تونس. معناها لما تشوف الحارس، لما تشوف ثنائي محور الدفاع اللي ما فماش عيسى مندي، اللي ما فماش توغاي، لهنا باش تقول الزملاء هذو باش يكونوا موجودين في التشكيله الاساسيه. بالنسبه للجهه اليسار مازال بين اخذ ورد، فما سبعيني اللي نجم يكور في اللاكس كما ينجم يلعب كظهير يسار، لكن زاده فما احمد توبا اللي نجم يلعب في البوست هذيك. بالنسبه لعلى اليمين باش يكون مهدي ليريس، الملاعبي هذا تقريبا كنت شاهدته في بعض المقابلات، ملاعبي رابيد، ملاعبي خاصه يعرف يتمركز في مركز ظهير يمين وما يخليش ظهره لسباس. بالنسبه لوسط الميدان ولهنا خلينا نقولوا هو نقطه الضعف في نفس الوقت نقطه قوه، لما نحكيو على انك تمتلك الكره وباش تهاجم عندك ملاعبيه يصنعوا الفارق وعندك ملاعبيه يقوموا بدور هجومي ممتاز، اما لكن وقت اللي تفتك منك الكره وتكون مطالب انت باش تفك الكره
لأن أنا نعتبرها نقطة سلبية في المنتخب الجزائري بعدم تواجد ملاعبي في ميليو التيران اللي يفك لك الكرة. اليوم نحكيه على غياب بن ناصر اللي أكيد بشي أثر في تشكيلة الجزائر، لكن خلينا نقوله اللي بن طالب ينجم يسكر البوست هذيك. في الأوفنسيف باش يكونوا زوز ملاعبية، ولهنا باش تفهم تفكير بالماضي اللي باش يكون أكثر منه هجوميا. معناها تقريبا التشكيلة 4-3-3، ثلاثة في وسط الميدان بن طالب وقدامهم حسام عوار ومعاهم فارس الشيبي. لهنا تقول لي تقنطيرة بحسام عوار على خاطر الملاعبي هذا ناقص دي كومبيتيسيون، الملاعبي ماهوش قاعد يشارك مع أولمبيك ليون، لكن بالنسبة للماضي فرصة باش يجرب وباش يعطيه تون دو جو، معاه باش يكون فارس الشيبي، هذوما الثلاثة اللي باش يلعبوا في الميلو تيران. بالنسبة للمهاجمين ما نجمش اليوم نختلف فيهم، عندك رياض محرز اللي باش يكون على اليمين وعلى اليسار باش يكون بالرحمه، واون بوانت لهنا فما شويه اختلاف، لكن خليني نقول بنسبه 99% باش يكون بغداد بونجيح، بما انه سليماني باش يكون بناك. التشكيله هذيك تشوف اكثر منه اوفنسيف، التشكيله هذيا خليني نقول اللي هي تمتاز بالسرعه وتمتاز من الريحه الفنيه. مباراة ثأرية لا ما بين تونس والجزائر، ثم حتى ثأر على المستوى الرياضي، ثم مباريات نهار الجزائر تفوز نهار تونس تفوز، دونك تاريخ تاع زوج منتخبات ما يعطيش افضليه كبيره لحتى منتخب. كيف ما حكيت زوج منتخبات في مستوى عالي، اون سو ريسبكت انورميمون، دونك هذا الفيزيون تاعنا احنا للمباراه تالي باش نقوموا بمباراه باش نستغلوها باش تكون ان بون تيست. علاش الشوا تاع الجزائر؟ كان واضح الاستراتيجيه تاعنا احنا كونه حابين على مباراه من كاليبر كبير، كانت عدة اتصالات بعدة منتخبات، لكن وقت صارت اتصالات مع الاتحادية الجزائرية يظهر لي سارانج لي دو ناسيون باش نعملوا ماتش نطلعوا ان شاء الله فيه زوز مستفيدين. سي سور الشوا تاع كوتش جمال بلماضي اريسبكتي، هو اللي يعرف المنتخب تاعو، يعرف الفريق تاعو، يعرف اللاعبين، دونك الاستراتيجية اللي حتى اكيد هو يشوف اللي هي الامثل كيفاش يستعمل الفريق واللاعبين اللي على ذمته. بالنسبه لي نحن نكونوا حاضرين الكاس الافريقي هذا اللي نتمنوه، وكيف ما حكيت يضر لي هذه اخر فتره بالنسبه لينا. نعرفوا المنتخب التونسي بعد مشاركه في المونديال كان عام على مستوى النسق على مستوى ريتم المباريات كبير برشا، في جورني فيفا تاع مارس كان عندنا دو ماتش دو كاليفيكاسيون كونتر المنتخب الليبي، ما كانش فيهم مجال باش ندوروا الفريق والا نشوفوا بعض اللاعبين والحلول الاخرى، استعملنا تقريبا الفريق نتاعنا بنسبه 100%. اليوم حسب اعتقادي نفس الشيء، الجورني الجايه باش تكون في سبتمبر، ثلاثه شهور على الكان، ما عادش ثم وقت كبير. حسب اعتقادي استراتيجيا شفنا اللي هذه افضل فتره، مباراه مع منتخب غيني اللي احنا كنا ضمننا ترشح نتاعنا 100% والحمد لله، ونفس الشيء منتخب مباراه وديه ضد المنتخب الجزائري ولو عندها صبغه رسميه بالنسبه لنا في التعامل معها كما مباراه غينيا، نتعاملوا معها بكل جديه، لكن لوبجيكتيف برينسيبال اللي نحن هو كيف ما حكيت انت الارجير لاليست، نشوفوا دوتر الترناتيف، شوفوا دوتر جوار، هذه لوكازيون اللي ريناها الامس. عرفوا اللي عيشت المنتخبات سي دي سيكل، سيكل يبدا في مع نهايه المونديال وينطلق ويوفى مع نهايه المونديال اللي بعده. دونك احنا السيكل الاولاني 2018 كان ثم تقييم في الاداره الفنيه التونسيه، بعد 2018 حتى 2022 ثم تقييم، ثم قرارات، ثم استراتيجيه نتاع عمل. دونك كان لوبجيكتيف الاكبر هو نترشحوا للمونديال 2022، الحمد لله وفقنا فيه. اليوم كمل السيكل هذا، بدينا نوفو سيكل، نوفو سيكل هذا 2022 2026 حتما يمر بعدة. كي تشوف تشكيلة المنتخب التونسي وتشكيلة المنتخب الجزائري كل واحد باش يلعب على نقاط القوة نتاعو، في نفس الوقت زادة باش يحاول يستغل نقطة الضعف نتاع المنافس سواء المنتخب التونسي والا المنتخب الجزائري. بالنسبة لنا إن شاء الله المقابلة هذه تكون في إطار الروح الرياضية، مباراة ودية ما بين زوز أشقاء، إن شاء الله تسود فيها العلاقة الطيبة ما بين الشعبين. ميرسي بوكو على المشاهدة، يعطيكم الصحة، نتلقاو في موعد جديد.